هالزاج من كان تقل ديالها من اللور كان من الصفر ديال الدار هادو رجال رجال اللي قالوا ما بغاوش يهبطوا ورجال دابا اللي هبطوا الله يرحم والدين الله يجزيكم بخير ايوا لقيتها حيه وحامله وعتقت ولدها وهي مرزه مسكينه من الصفر ديال الدار الله يرحمكم والدين البكره هذه مدة 4 ايام انا كنجيب لها من الجنين كناكلها كنشربها كاين واحد البيضاوي كنعاون معايا راه مشى لقنا واحد العجل وقدناش لا حيوان منها ما كاينش اللي نسوق لهم الحمد لله ملي بقات حيه هي راه حامله راه ولدها كرشا هذا الشيء اللي اثر فيا راه وقع لي اصلا ديكور انا البارح كنت الناس طاحوا تمايا جوج الناس طاحوا ومشيت تعاود معاهم معكم ملي كنت هنايا زيت لانطون الناس خص تخوي انا جاي متطوع اللي خصك تخوي خويت مشيت وردوني هاد الناس بسببات البقره هذه هي رزق حنا عتقنا الحمد لله دابا غتجيو لمراكش والله اعلم داكشي اللي كيقولوا مراكش كل مكلف بها الكلبيه كاينه واش الناس شي اخوان اللي ولد مصر قالك بها على الجوه ما عرفتش هما الاخوان من القبائل ممكن في فرنسا هما اللي اصلا هما اللي ولين لقيت معاهم شكون اللي اول مره سمع زعما البقره راه كاينه مازال انا اللي شفت هذوك الدراري وشفناها وريبنا ليها الفوق باش تنفس ومن بعد قالوا لك الناس السلطات ما خاصهمش تخرجوا خاصها تذبح تما وملي حملوا قال لك ما خاصهاش نذبحوا دزينا العجل فقدنا الحيوانات اخرين الحمد لله والحمد لله الشيء اللي بغينا راه هي عايشه الحمد لله الشيء اللي بغينا مسكينه مرسه هنايا من هنا ومن الدار من السنسل اللي مرسه ما طاح على الدار نتاع الكوري يا ترقص يا واد كانت هنايا داخل رافي هذه اللي توفت ليها الوليد طاح عليها هذيك الضرب عوال تاع كل شيء قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.